مرحبا واهلا وسهلا فيكم في موقع كراج دوت تي في. فولكس فاجن شركة قاعدة بتكبر مع الوقت، وانا ما بحكي بس عن حجم المبيعات وحجم الشركة نفسها، لكن عن احجام السيارات. بالعادة انت لما بتفكر بفولكس فاجن بتفكر في بيتل، بتفكر بجولف، هيك سيارة صغيرة كومباكت حلوة ورائعة، ما بتفكر بسيارة من 7 مقاعد. ها هي التيرامونت، طبعا بامريكا الشمالية بسموها الاطلس. ها هي سيارة دفع رباعي انضمت مؤخرا للتيجوان والطوارق اللي هي سلسلة سيارات الدفع الرباعي اللي موجودة عند فولكس فاجن. السيارة هي سيارة عائلية لكن بامكانك تاخدها اوف رود، هي طبعا مش هارد كور اوف رود، يعني مش انه زي السيارات اللي دايما بتاخدها على المناطق الوعرة جدا، لكن بامكانك تاخد عيلتك على مناطق حلوة، السيارة مرتفعة فيها دفع رباعي، بامكانك تاخدها على مناطق اصعب من المناطق العادية اللي بتروح عليها. من ناحية الحجم التيرامونت اكبر من الطوارق لكن عليها اوبشنز اقل ومواصفات اقل فسعرها بيجي ارخص. التيرامونت توفر ب4 درجات، الدرجة الابتدائية موجودة بانه خيارين للمحرك، في عندك 2 لتر 4 سلندر مع تيربو قوته 220 حصان، بينما عندك ال 3.6 لتر V6 بيولد 280 حصان، هذا المحرك بيجي على الفئتين الأعلى وطبعا على الفئة الأعلى من الدرجة الابتدائية، وعندك علبة التروس هي من 8 غيارات. في المملكة العربية السعودية سعر التيرامونت ببلش من 135,990 ريال، بينما في الإمارات العربية المتحدة ببلش السعر من 137,900 درهم. التصميم الخارجي للسيارة أنا شايفه أنيق وحلو، السيارة ما حاولوا يعملوها رياضية، ما حاولوا يحطوا لك فيها خطوط غريبة وهيك وعجيبة، السيارة سيارة عائلية ممتازة هيك بالإنجليزي بسموها كونزيرفاتيف، هي نوعا ما محافظة، لكن شكلها جميل أنا بالنسبة لي وبحب الكروم الموجود على مختلف أرجاء السيارة من الخارج. بخصوص العجلات في عندك 20 إنش وفي عندك 18 إنش حسب الفئة اللي بتاخذها. في الصندوق الخلفي مساحة التخزين كبيرة، بالنسبة للباب بيفتح وبسكر كهربائيا بكبسة، وطبعا كانك تكون عندك خاصية انك تحرك رجلك تحت السيارة حتى يفتح اوتوماتيكلي. السيارة زي ما انتم شايفين من الداخل كبيرة، حبيت اوضح لكم من استخدام هاي الالعاب الكبيرة، بس انا اوضح لكم الصورة، هاي الموزة اطول مني انا، وطبعا انا ثاني المقاعد الصف الثالث، لما نثني مقاعد الصف الثاني بس بصير مساحة اكبر واكبر. قبل ما ننتقل للمقصورة الداخلية بس حاب احكي انه الضوء الامامية بتيجي بتقنية الـ LED وعندك الـ Day Running Lights هاي اللي بضلها ضاوية طول الوقت. المقصورة الداخلية واسعة زي ما انتم شايفين، سيارة كبيرة انا عجبتني جدا، في عندك 3 صفوف للمقاعد، 7 مقاعد مجموعها، الدخول والخروج من الصف الثالث كان سهل حتى لشخص بحجمي، ما كان عندي مشكلة، انا جلست هناك ما كان عندي مشكلة كبيرة في المساحة، لكن لو قدمت مثلا كراسي الصف الثاني راح تكون اكيد احسن لإلي، لكن انا بتوقع انها معمولة لاشخاص اصغر مني. الصف الثاني كان ممتاز جدا، كان عندي مساحة ممتازة للرجلين، مساحة كمان ممتازة للرأس. خلينا نحكي عن خصائص اللي موجودة داخل السيارة. أنا عجبتني جدا فتحة السقف ممتازة جدا كبيرة، هاي البانوراميك كثير حلوة، عندك مقاعد الصف الأمامي مبردة ومدفية بينما مقاعد الصف الثاني فقط مدفية. في التيرامونت بإمكانك تحط 3 مقاعد أطفال في الصف الثاني، طبعا هذا إشي ممتاز لسيارة عائلية. في عندك كثير حمالات أكواب في مختلف صفوف المقاعد، فأنا شايفه ممتاز عددها كبير، وفي عندك كثير من أماكن للتخزين، يعني هون عندك في الأمام في عندك محلات تحط موبايلك، تحط محفظتك، تحط أشياء كثيرة، طبعا موجود منها برضو في الخلف. هاي في كثير سيارات ما بكون فيها أبدا هيك شيء، وأنا بشوفها إشي مهم. من الأشياء الحلوة بالسيارة إنه في عندك فتحات USB في الأمام وفي الخلف، في عندك مقاعد الصف الثالث في عندهم فتحات تكييف، وعندك شاشة لمس بحجم 8 إنش أنا شايفها ممتازة، عجبني الإنترفيس تبعها عملية، إن شاء الله بنرجيكم إياها كمان شوي، وفي عندك بإمكانك تشغل الموسيقى من أكثر من مصدر.
التيراوند بتيجي باربع وضعيات قياده، في عندك للثلج، في عندك القياده العاديه، في عندك القياده على الطرق الوعره، وفي عندك طرق وعره بس بامكانك تتعدل على سيتنجز تبعون السياره. لخصوص الطرق العاديه بامكانك تخلي السياره سبورت او ايكو اقتصاديه او انديفيديوال لشخص واحد او وضعيه عاديه. نظام تثبيت السرعه على هاي السياره بيجي اساسي، لكن نظام تثبيت السرعه التفاعلي بيجي اختياري. بخصوص انظمه الامان بامكانك تطلب السياره مع نظام مراقبه النقطه العمياء ونظام تنبيه عن توقع التصادم في الامام. في عندك بيجي كاميرا خلفيه مع منظر البيرد اي فيو، هذا اللي بيجي من فوق، وعندك طبعا حساسات للباركينج لانه هاي طبعا مهمه لسياره كبيره زي هيك. التيرامان شوف سياره رائعه جدا، يعني شكلها حلو، عجبني تصميمها، انا المحرك ممتاز، السياره واسعه جدا، يعني عجبني كيف انه حتى الصندوق الخلفي بظل فيه مساحه منيحه حتى لو مقاعد الصف الثالث مفتوحه مش مطويه. فيها خصائص حلوه، انا عجبني موضوع السعر، انا شايفه جدا ممتاز. يعني فوكس فاجن نوعوا كثير في السيارات اللي موجودة عندهم، كل اللي بدهم إياه هسه سيارة رياضية مرتبة عليها شعار فوكس فاجن مش شعار شركة بيمتلكوها. إيش رأيكم في التيرامونت؟ سمعونا رأيكم في التعليقات ولا تنسوا تشتركوا في قناتنا وشكرا على المتابعة.